ممكن مثلا موبايلات سهلة في جماعة بس بس اتفضل مش شغال ما غيرتش على ازاي؟ بالعين وبال قلت لها بس الصبح انا قاعد معاها قلت لها انا داخله في الدرماتولوجي بس انا قلت لها النهارده مش شعر مش شعر بتحب الدرماتولوجي مش شعر فانا قلت لها النهارده هتحب التراكسكوب باذن الله هتحب التراكسكوب لان هو انا شايف ان التراكسكوب ليدر او يسبق الدرماتولوجي في الشعر بالذات خصوصا في الشعر وده هنعرفه ده في البدايه نعرف كم اسم من الاسماء الجميله دي حد يعني باليرينا هير زيجزاج هير ترايكوتيلوزا نولوزا ترايكوتيلوزا ريجرونج هيرز بيك تيل هيرز فاين انولاتاي اسماء صعبه شويه تحس انك بتدوري على ايه على ابره تكون قش كلام سليم طب هو ايه المانع لما ندور على ابره تكون قش مع بعض الراجل الايطالي ده دور على ابره تكون قش ودور في الاخر ايه لقاها برضه يعني مفيش ما يعني ايه مفيش حاجات توقفنا عن كلمه او زي راجل الطيب ده اللي واقف قدام اللوحه اللي رجله فيها دي وفي الاخر مش فاهم هي فيها ايه بالظبط. لا الموضوع يسوى الحل. حد يعرف الدكتوره؟ مش مساحه. ليديا لوزيتا هي ليدرز في التراكوسكوب وهي رئيسه الانترناشونال سوسايتي اوف تراكوسكوبي وفي نفس الوقت هي كتابها الريفرنس الكبير اللي هو الاطلس التراكوسكوبي ده صراحه من اروع كتب وهو صراحه احنا ايه احنا بنستفيد بيه جدا وهتلاقوا معظم كذا كذا سلايد عندي هتلاقيها جايه من كتاب اتلس طيب شفنا الحاله دي في العياده رايكم ايه؟ مفيش دايجنوز اللي تحبوه؟ جبت لنا العياده هنفكر فيه مع بعض نفكر في الويش عياده مثلا؟ نفكر في كابيس مثلا؟ نفكر في طيب ودلوانيا؟ دي بلايز ايريا وفي نص فانا هفكر في حاجه من الثلاثه دول طيب مسكت العدسه بتاعتي اللي هي بتكبر 2 اكس وبصيت البصه دي هل غيرت التفكير؟ التفكير ما بيغيرش تقريبا نفس الديفرنشال دايجنوز